وأعظم عقوبة أن يحجبوا عن النظر إلى رب الكريم سبحانه وبحمده. وأعظم نعمة لأهل الجنة ما هي يا إخواني؟ نعم، النظر إلى وجه الرب الكريم. ولهذا ورد في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي هذا الحديث إشارة إلى نعيمين، أحدهما أعظم نعيم في الدنيا والآخر أعظم نعيم في الآخرة. أما نعيم الآخرة فهو النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وبحمده، وأما نعيم الدنيا فما هو يا إخوان؟ الشوق إلى الله عز وجل. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، بحيث يكون الإنسان مشتاقا إلى لقاء ربه الكريم سبحانه وبحمده. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما خطب الناس وذكر شرائع وسننا في هذا الدين، قال: فإن بقيت بينتها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا هو ليس على صحبتهم بحريص يا إخوان؟ وقد يكون في صحبة الأخيار خير، وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في هذا الباب، لكن يقول: إن مت أنتقل إلى رب الكريم، وهذا الشوق إلى لقاء الله عز وجل. ولما كان أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب الكريم، كان من أشد العقوبات وأضرها حرمان الإنسان من النظر إلى ربه. فقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا منطوق الآية ومفهومها. العلماء يستدلون بهذه الآية على إثبات نعم النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وجه الدلالة من الآية أن هؤلاء ذكر هذا الشافعي وغيره رحمه الله، لما حجب هؤلاء دل على ماذا يا إخوان؟ أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة.